أدت فرق الدفاع المدني حريق النشب صباح اليوم أو صباح يوم أمس شمال محافظة النماص في مركز وادي زيد بأحد الجبال المليئة بأشجار العرعر المعمرة. اذكر أن المنطقة التي نشب بها الحريق شديدة الوعورة، وهذا ما صعب مهمة إخماد الحريق على فرق الدفاع المدني. محمد الجميري والتفاصيل. أقف الآن شمال محافظة النماص وخلفي كما تشاهدون موقع الحريق في شعف خشرم شمال محافظة النماص بعشرين كيلومتر. حسب ما أفادت مصادر نشرة التاسعة، نشب هذا الحريق صباح يوم أمس الساعة 10:30 تقريبا. باشرت فرق الدفاع المدني الموقع وحاولت السيطرة على الحريق لإخماده، ولا تزال حتى اليوم فرق الدفاع المدني موجودة في الموقع. حسب ما أفادت أيضا مصادر نشرة التاسعة، بدأت النيران في الاشتعال في قمة الجبل، ثم اتجهت النيران شرقا، بعد ذلك هدأت. اليوم تعود النيران مرة أخرى بقوة الرياح. من المعوقات الكبيرة التي تواجه فرق الدفاع المدني هي إعاقة الرؤية البصرية بسبب الأجواء الضبابية في الموقع، بالإضافة إلى وعورة المنطقة ووعورة هذا الجبل، إضافة إلى غابات العرعر المعمرة وقوة الرياح التي تساعد على انتشار النيران فيه.